الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وقوله والأذكار الواردة في كل ركن. القول الأقرب عندي إن شاء الله أن تسبيحة السجود واجبة وما زاد عليها فسنة، وتسبيحة الركوع واجبة وما زاد عليها فسنة، وقول رب اغفر لي فيما بين السجدتين واجب وما زاد عليه من الدعاء فسنة، وقول ربنا ولك الحمد واجبة وما زاد عليها فسنة. فإذا إجمال الإمام الشوكاني في قوله والأذكار في هذه الأركان أنها من السنن كلها هذا فيه نظر، بل القول الأقرب عندي إن شاء الله هو ما ذكرته لك.